السلام عليكم طلاب. بهذا الفيديو راح نشرح ماده الجافا، وراح ناخذ موضوع الكلاسز الكلاسات، انه شلون نسوي كلاس بلغه جافا. طبعا الكلاس بثلاث مكانات حتى نقدر نكتبه، يا اما ينكتب فوق داله المين هنا يعني، او بداخل المين، او ينكتب بكلاس اساسي ثاني. مثل ما تعرفون هنا انا سويت كلاس اسمه كلاس لاب 3 اللي هو الكلاس الرئيسي مالتي. اقدر اسوي كلاس ثاني واكتب بي الكلاس الثاني مالتي. زين، هسه اول شيء راح نكتب كلاس فوق المين. راح نجي هنا نكتب نسوي كلاس مثلا اسم الكلاس public static، مثلا حنسميه كلاس مثلا مالتي كلاس حتى يسوي عملية الضرب. راح نفتح قوس، نسدر قوس، راح نعرف مثلا انتجر اكس، ونعرف انت واي، ونعرف نسوي دالة من نوع public. بالببليك طبعا ذني مما نكتب قدام هالشيء معناها انه هن برايفت الاكس والواي، بس مو انه الكلاس مالتي مسويه من نوع ببليك، فذلك راح يعرف انه كل شيء بي راح يكون ببليك ونقدر نستدعيهم بالمين. فحنسوي ذا اللي اسمه ببليك انتجر فايند مالتي، هي اسم الداله مالتي، وراح احط بها متغيرين اللي هم انتجر اي فارز انتجر بي. بداخل هاي الدالة مالتنا راح نحط نقول له return A في B. زين، هذا هو الكلاس اللي سويناه، كلاس اسمه مالتي، ابي قيمتين هما اكس وواي، وابي دالة اسمها find multi اللي راح تضرب لي الاي في بي او الاكس في الواي حتى طلع لي الناتج مالتهم. هسه راح نجي على دالة المين وراح نكتب بها الكود حتى نستدعي الهاي الكلاس فوق. اول شيء لازم مثل ما كنا ناخذ بالاو او بي بالبرمجه الشيئيه، انه لازم نسوي اوبجكت من نوع الكلاس نفسه. راح نسوي اوبجكت، راح اكتب اسم الكلاس اللي هو مالتي ام 1 مثلا، هذا هو الكلاس، يساوي ام 1 عفوا يساوي نيو مالتي فارزه مقبوطه. هاي معناها انه اذا اسوي لي اوبجكت جديد من نوع مالتي، من نوع كلاس مالتي اسمه ام 1. هسه راح اقول له ام 1 دوت الاكس. طبعا وقف البرنامج هنا، هو شويه مرات يقول لي اكس، مثل ما تلاحظون يقول لي اكس هو انتجر موجود بلاب 3 مالتي. بلاب 3 لاب 3 هو الكلاس الاساسي مالتي، ومالتي هو الكلاس الثانوي اللي انا مسوي به الاكس. فحقول له اكس تساوي مثلا، حنعطيه قيمه اكس تساوي 2، وراح اقول له ام 1 دوت ما تلاحظون دوت حيطلع لي هنا واي، فاقول له دوت واي يساوي مثلا واي نعطيها قيمه 3، وراح اقول له ام 1 دوت راح استدعي الداله اللي هي فايند مالتي، عفوا لازم احطها بمتغير، اقول له انتجر زد تساوي ام 1 دوت فايند مالتي، هاي الداله مالتي يعني فايند مالتي اي اند بي. طبعا هنا لازم مو بس اي اند بي، لازم اقول له مو يعني هو معرف اي اند بي، بس انا اقول له لازم اريد الام 1 دوت اكس واريد الام 1 دوت واي حتى ياخذ لي القيم اللي انا حطيتهم. وهسه راح نحط فارزه منقوطه ونجيب له الطباعيه مالتنا سيستم دوت عفوا سيستم دوت اوت دوت برنت لاين للزت، ونحط فارزه منقوطه. خلينا نرجع مره الاخ، هذا الكلاس مالتي نفسه، عرفت بي اكس، سويت اسمه مالتي، كلاس ثانوي موجود بداخل الكلاس الرئيسي مالتي اللي اسمه لاب 3، عرفت بي اكس، عرفت بي واي، وعرفت بي داله اسمها فايند مالتي حترجع لي اي في بي اللي هم مثل ناتج الضرب. وراها هنا انا سويت استدعيت الكلاس عن طريق سويت نيو اوبجكت من الكلاس، سويت اوبجكت اسمه ام 1 حتى استدعي بي الاكس اللي عرفتها فوق، واستدعي بي الواي، واستدعي بي الداله اللي هي فايند مالتي. هسه راح نجي ننفذ، طبعا المفروض يضرب من 2 في 3 ويساوي ناتج المفروض 6، خلينا نجي ننفذ. ننفذ طلع لي الناتج هنا 6. زين، هذا اول شيء انه الكلاس يكون فوق المين. هسه اذا كان الكلاس داخل المين، راح نشيل هذا الكلاس مالتي، راح اسوي له كات واجي احطه هنا أنا بداخل المين بيست. من نجي نحطه بداخل المين،
طبعا نسينا نذكر انه كلمه ستاتيك هاي معناها انه هذا هذا الامون اللي هو الاوبجكت راح يخزن جميع الداتا والفانكشنز البيانات والدوائر الموجوده بالكلاس هذا حيخزنها بالامون حيخزنهم بالامون ويستدعيهم في حاله استعملنا الامون بالمين. بما انه صار الكلاس هو ضمن المين اذا ماكو داعي اقول كلمه ستاتيك اذا ما يحتاج اذا هو الامون راح يتعرف مباشره على الاكس والواي والفايند مالتي. ليش؟ لانه موجودين كلهم سوا بداخل المين كلهم صاروا بداخل المين اذا ما يحتاج كلمه ستاتيك. وكذلك ما يحتاج كلمه بابليك يعني راح نمسحها. ليش ما نحتاج كلمه بابليك؟ ليش؟ لانه الكلاس مالتي هو اصلا بابليك حيكون داخل المين اذا الام 1 بسهوله سواء كانت الاكس هي برايفت او بابليك حيحصل لهم الام 1. ليش؟ لانهم كلهم صاروا ضمن المين. فاذا جينا ننفذ هنا مرت الله هم راح يطلع لي 6 ما صار اي شيء. زين هسه اذا اخذنا هذا الكلاس سوينا له كات واجينا على البرنامج بدنا فايل نيو كلاس سوينا كلاس جديد سميناه مثلا لاب 4 بدون ما نحط بابليك ستاتيك فويد مين ما دارت المين اريد كلاس ثانوي اخر كلاس رئيسي يعني الكلاس الرئيسي ما تلعب 3 اريد كلاس ثانوي اللي هو او كلاس رئيسي ثاني اللي هو سميته لاب 4 حتنفتح هنا في صفحه اللاب 4 بها بلوبليك كلاس لاب 4 داخل هذا الكلاس 4 راح احط الكلاس مالتي مالتي راح يتعرف عليه بس هنا ما راح يتعرف عليه. ليش؟ لانه من لازم اعرف لازم اذكر اسم الكلاس الرئيسي ثم الكلاس الثانوي ثم الاوبجكت. بما انه كلاس مالتي اللي هو الكلاس الثانوي صار مو بكلاس لاب 3 صار بكلاس اخر اسمه لاب 4 لازم اكتب هنا كلمه لاب 4 قبل اسم الكلاس الثانوي. فحمسح هاي الخطوه بس حنعيد هاي الخطوه راح اقول لاب 4 اللي هو العفو لاب 4 اللي هو الكلاس الثانوي اللي سويته اللي هو هذا لاب 4 دوت كلاس مالتي حكتب مالتي وانطي دوت ام 1 تساوي new lab 4.multi ونحط قوس ونحط بارزه منقوطه. زين هسه راح طبعا يتعرف عليهم افكر عندنا صار خطا اي نعم صار خطا هاي هنا يمكن مو دوت نمسح نحط بارزه lab 4.multi ثواني صار عندي العفو ماكو عندي خطا فقط هنا نرجع هاي الجمله صحيحه وين نرجع هنا للكلاس مالتي اللي هو الكلاس مالتي. طبعا مثل ما قلنا قبل شويه احنا مسحنا كلمه بابليك ستاتيك لانه كنا حاطين الكلاس بداخل المين واتعرف على جميع اجزاء. هسه هالكلاس موجود بغير مكان اذا ما راح الاوبجكت مالتي ام 1 ما راح يتعرف على الاكس والواي والفايند مالتي. ليش؟ لانه هم حيكونون كلاس ثاني اذا لازم ارجع كلمه بابليك ستاتيك فارجع كلمه بابليك ستاتيك تك بابليك ستاتيك كلاس مالتي راح نجي هنا نسوي سيف ونجي هنا نسوي سيف اذا المفروض هنا يتعرف عليهم نجي ننفذ اما ينفذ ثواني خلينا نشوف شنو الخطا العفو هنا فقط كنا حاطين هاي الدوت طبعا رجعت الدوت هنا هيك يصير الكود لاب 4 اللي هو الكلاس هذا الرئيسي مالتي اللي بكلاس مالتي بعدين يعني وراها اقول له مالتي دوت مالتي ام 1 يساوي نيو لاب 4 مالتي بمعنى انه اذا اريد استعمل الكلاس مالتي وهو موجود بكلاس رئيسي ثاني مو بكلاس رئيسي اول اللي هو لاب 3 لازم اذكر اسم الكلاس الرئيسي الثاني واسم الكلاس اللي هو مالتي وراها يلا اقول الاوبجكت ام 1 خلينا نجي ننفذ نشوف حيتنفذ لو لا هم طلع لي 6 خلينا نغير حتى نعرف اذا كان يطلع لي صح لو غلط هنسويها 5 والمفروض يطلع 10 طلعت 10 اذا الحل مالتي صحيح. خلينا نرجع نسوي عاده سريحه الكلاسات مالتنا ثلاث انواع اما يكون الكلاس فوق داله المين ضمن الكلاس الرئيسي مالتي اللي هو كلاس لاب 3 يعني هنا خلينا نجي نشيله مرت الله هذا نسوي له كات ونجي هنا نسوي بيست زين ما راح ننفذ يا اما يكون هنا يا اما يكون العفو هنا صار عفوا صار داخل المين هنا هنا هو النوع الاول اللي هو ضمن الكلاس الرئيسي او يكون داخل المين او يكون ضمن كلاس رئيسي ثاني احنا نسويه بدون ما نسوي به داله المين. لهنا ينتهي هذا الفيديو اتمنى استفادتكم من عندي.